بعد حصوله على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية عاد لأرض الوطن سطام لسهلي، وكان في استقباله الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة. نهنئ أخونا سطام على هذا المنصب وعلى ثقة الغارة الآسيوية بتعيينه واختياره رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة، وهذا المنصب الذي يأتي امتداد الحقيقة لجهود كبيرة بذلها أيضا من سبق الأخ عبد المحسن الحسيني والأخ فيصل الجناعي عدنان السيد وكل هالمجموعة اللي عملوا الحقيقة لخدمة الكويت. ثقتنا كبيرة بالأخ سطام أنه يعني يستثمر هذا المنصب لنقل معاناة أبنائنا الرياضيين من الإيقاف الجائر اللي تعرض للرياضة الكويتية، وأنا على ثقة يعني على قدرة الأخ سطام وإمكانياته، ومن هالمنطلق اليوم إحنا متواجدين لتهنئته بهذا المنصب، واللي نأمل بإذن الله يعني خلال هذه السنة يفرح الشعب الكويتي والجمهور الرياضي تحديدا برفع الإيقاف على الكويت. هذا وقد جاء فوز الإسهالي بعد انسحاب منافسي الكوري الجنوبي هودينغ والباكستاني أمجد عزيز، ليمنح الثقة الكاملة من الدول الأعضاء بقدرته على تحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بالاتحاد. نسأل الله التوفيق. وضعنا خطة مع الأخوان في أعضاء المكتب التنفيذي لارتقاء في هذا الاتحاد خاصة الفترة الماضية، وطبعا بلا شك هذا استكمال لمسيرة أساتذتنا اللي قبل الأستاذ عبد المحسن حسيني والأستاذ فيصل القناعي. إن شاء الله نستطيع نكمل المسيرة ونواصل العمل لهذا الاتحاد، بيكون إن شاء الله في عمل جدي عكس السابق اللي الفترة الماضية كان شوي الاتحاد يعاني من بعض الأمور، لكن إن شاء الله يكون الأمور طيبة في هذه المرحلة. متفائلين ونقول الله إن شاء الله يوفقنا وبما في خدمة الكويت والإعلام الرياضي. إذن المسؤولية الكبيرة بالدور القيادي لسطام لسهلي، مؤكدا ستترجم برؤية شاملة ومتجددة للمرحلة المقبلة لاتحاد الصحافة الرياضي الأسيوي. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.